الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الخروج من حركة التباطؤ التي شهدها في الأشهر الماضية بحسب بيان صادر عن البنك المركزي الألماني بوندسبانك هذا الاثنين، والذي أكد فيه أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد يكون بالفعل تمكن من التسريع في وتيرة وحجم تعاملاته. وكانت تقارير صادرة الأسبوع الماضي أكدت أن الاقتصاد الألماني سجل انكماشاً في الربع الأخير من السنة المالية الماضية، وقد تتواصل مرحلة الانكماش في الربع الأول من العام الحالي.